السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم قد حسمنا كما كان متوقعا منذ الإعلان اعتراض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على اللاعب الكونغولي أرسين زولا وضمان الاستمرار في التصفيات بالقلم لمواجهة مالي، فإنه يجدر لنا أن نتساءل إن كان بإمكاننا كسب هذا الاعتراض والملف ضد أماوري الرجل الكونغولي القوي داخل الكاف على عهد حساحية الذي استمر مع المكتب الحالي لأحمد أحمد. هو مجرد تساؤل بريء بطبيعة الحال، والإجابة معروفة سلفا وتوضيحها الغاية منه استحضار عديد من الملفات التي ضاعت على الكرة المغربية في عهد السابق بسبب ضعف تمثيلية داخل الجهاز وعدم تواجد صوت يدافع عن وعيد لنا حقوقنا. الآن الأمر تغير، والقنوات المصرية أكدت أن هذا الانتصار ما هو إلا إشارة على أنه أصبح المغرب درع يحميه داخل جهاز الكاف. تقبله أكد الإعلام المصري أن المغرب هو صاروخ إفريقيا، وهو ما يبرر ملاحقتهم لأحمد في حوارات خاصة متسائلين إن كان المقر سيغادر القاهرة صوب مراكش كما يتم الترويج له. يخدع مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا الدوري المغربي نور الدين أمرابط لاختبار حاسم يوما لمعرفة مدى جاهزيته، وإن كان سيعتمد عليه أم لا خلال مباراة يوم السبت القادم أمام الاتحاد في النصف نهائي كأس الملك. ويجري فيتوريا اليوم مناورة تدريبية بين اللاعبين ستشهد تطبيق الرسم التكتيكي الذي سيعتمد عليه خلال مباراة يوم السبت، وسيكون من ضمن اللاعبين نور الدين أمرابط لقياس مدى جاهزيته. وشارك أمراوت في التدريبات الجماعية للنصر خلال اليومين الماضيين بعدما أنهى بنجاح برنامجه التأهيلي الذي خدع له عقب شفائه من الإصابة التي مني بها قبل 3 أسابيع في العضلة الخلفية. وتترقب الجماهير النصراوية عودة أمراوت بفارغ الصبر نظرا للدور الكبير الذي يقوم به على صعيد الجناحين. مدرب المنتخب النيجيري الألماني غير ميتا أبدى رغبته كبيرة في مواجهة المنتخب المغربي وديا خلال التواريخ الذي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمباريات الودية تحضيرا لنهائية كأس إفريقيا للأمم بمصر. وقال غير ميت في تصريحات صحفية بأنه يرغب في مواجهة المنتخب المغربي في تواريخ الفيفا المسموح فيها بإجراء المباريات الودية، وأنه كان يرغب في مواجهة الأسود الأطلس في شهر مارس الماضي عندما واجه المنتخب المغربي منتخب الأرجنتين. ويوجد منتخب نيجيريا في مجموعة تضم بروندي وغينيا والمدغشقر، في حين يوجد الفريق الوطني في مجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.